إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرار التقنية. طبعا نكمل لسه في فيلم ألفا كلين. للأسف الكلام اللي وصل وهو غير أكيد ومعلومات غير أكيدة أنه في ناس اتقبض عليها، وموضوع مش موضوع ضريب بس، ده هم متوجه لهم تهم تاني ولكن هم بينكروا كل التهم الموجهة ليهم. طيب من الصبح شغالين، انتوا هتقبضوا يو اس دي تي، انتوا هتقبضوا مش عارف ايه، وانتوا هتقبضوا ايه. طيب هفكركوا تاني عشان اللي مش فاكر، يو اس دي تي عملة مشفرة ومصر تمنع التعامل بهذه العملة. متفقين؟ متفقين. الشركة بتقول لكم تعالوا اقبضوا يو اس دي تي، ولكن انا قلت انهم نصب، طلع كلامك صح يا غالي. كلمت الدعم ردوا عليا وقالوا ان السحب بالدولار موجود بس لازم تعمل ايداع بالدولار. يعني ايه؟ يعني 99% من المستثمرين عاملين ايداعات يا اما في الشركة يدوي يا اما عن طريق فودافون كاش. فحضرتك عايز تربط سحبك انك انت تاخد يو اس دي تي؟ لا معلش يا فندم، اعمل لنا ايداع الاول. حد بيكلمني بيقول لي ده قانون الشركة، قلت له قانون الشركة لما تبقى الشركة معلش في الكلمة يعني محترمة او مش محترمة وراها قانوني، لكن انت بتتعامل مع شركة مقبوضة على الناس بتوعها وبتحقق معاهم. فنركز في الكلام اللي جاي عشان انا سامع هبد كتير من الصبح، وناس المستوى الاي كيو والتعليم بتاعها مش راضين يفهموا هو بيتعمل فيهم ايه، وانا بقول كلامي وكلامي بيطلع دايما صح. القديم عارف الكلام ده كويس، والجديد شاف بنفسه ان كلامي انا اللي بيطلع صح في الاخر. يا اخوانا حضرتك عشان تخش تقبض يو اس دي تي دي جريمه، ولكن اذا كانت المصلحه انك انت تاخد فلوسك يو اس دي تي، انا بقول لك مش هتاخد حاجه، هو هيطلب منك ايداع وهتعمل حضرتك الايداع ومش هتشوف ولا سحب. هقول لك هي بيتم المراجعه، اصبر مش عارف ايه لغايه اما اشوف الناس اللي جوه بتحقق معها دي هتطلع ولا مش هتطلع. خد كلامي ثقة، حتى لو الناس اللي جوه معلش في الكلمة هيعدموهم، دي مجموعة نصب، والمجموعة النصب اهم حاجة عندهم الفلوس، مش هيدفعوا من جيبهم. هما دلوقتي مطالبين انهم يدفعوا للناس بقات مد وجزر 200%، هيجيبوا منين فلوس؟ احنا بنرجع بقى لا، وكلامي طلع صح، مفيش ورق والا ما كانوش يتقبض عليهم. فتاني موضوع الادعاءات اليو اس دي تي اللي عمل ناس يقول لك احنا كلمنا الناس والشركه وكلموني وطمنوني وطبطبوا عليا وقالوا لي ده انت حبيبنا وانت بتاع، بينيموك في الذره. حضرتك مفيش مشكله انك انت بتقول تسحب يو اس دي تي، اولا سحب اليو اس دي تي محرم في مصر، ثانيا وده الاهم انك انت لو حطيت ايداع يو اس دي تي مش هتسحب. هم قال لك احنا نكمل النصبيه ازاي؟ قال لك ده اغلب الناس ليها فلوس، والفلوس دي هم عاملينها بالمصري بالجنيه، احنا نقول لهم هنسحب لكم بالدولار ونخليهم يعملوا ايداعات بالدولار، يسحبوا هم الدولار ويبقى كده شكرا. طيب ده رقم واحد، يبقى خلصنا كده من الزن بتاع الناس اللي يقول لك اصبر ومحدش يبلغ وانتوا هتاخدوا فلوسكم وفلوسكم خلاص الشركه بتقول هتبعتها لكم. مش هتبعت لكم حاجه، وانا موجود وانتوا موجودين. ليه؟ لان انا دايما كلامي صح للاسف، يعني مش دي حاجه كويسه ان الكلام يطلع صح في الحاجات اللي زي كده، ولكن عندي بعد نظر وفاهم بقالي كتير قوي مع النصابين وفاهم دماغ النصاب بيعمل ايه وماشي معاه واحده واحده. حضرتك هتعمل ايداعات يو اس دي تي دي محرمه وتجرمك قانونا. انت لغايه دلوقتي كمستثمر انت فله، انت حاطط ايداعات ب فودافون كاش وفي نفس الوقت ما عملتش حاجه مخالفه للقانون، هتخش تسحب يو اس دي تي، انت كده بتعمل حاجه مخالفه للقانون. قشطه. طيب نيجي للي بعد كده. المهم التعليق ده جميل جدا، والتعليق ده انا ابصم عليه بالعشرة لان جات لي اكتر من معلومة من اكتر من شخص بنفس الكلام، فالتعليق ده مش فبركة ولا كلام فاضي، التعليق ده هو الخبر اليقين اللي انتم مش عايزين تسمعوه. احنا رحنا الشركة لقيناها مقفولة، وطلعنا قسم الشيخ زايد نعمل بلاغ، لقينا اصحاب الشركة 2 من سنغافورة مقبوض عليهم، ولما دخلنا رئيس المباحث وقلنا ألفا كلين قال خلاص احنا مسكناهم وكانوا موجودين، والسفارة السنغافورية جابت لهم القسم، جات لهم القسم،
وهم في التحقيق مصرين على انهم مش نصابين، وانه كان كله هياخد فلوس. وحوار الضرايب ده جه ان واحد راح لهم عايز فلوس، ما رضوش يجيب لهم الشرطه، ما رضوش جاب لهم الشرطه، فعشان كده اتمسكوا ومباحث الاموال العامه وكله. ليه؟ لان ما معهمش تراخيص وما فيش اجهزه جت ولا اي حاجه، لازم كله يعمل بلاغات ويروح قسم الشيخ زايد لضمان حقه. اسمع بقى معايا الكلام ده وركز، سيبك بقى من اليو اس دي تي والنصابات التانية اللي عايزين يعملوها عليكم عشان خاطر يخربوا بيتكم. الناس راحت النهارده فعلا، من اكتر من مصدر، راحوا الشركه ما لقوش حد النهارده في الشيخ زايد. حلو. طيب بعد كده راحوا عشان يبلغوا في اسم الشيخ زايد، ما انت بقى في الشيخ زايد، فانت الحته اللي فيها الشركه تبع لمين؟ اسم الشيخ زايد. راحوا طلعوا فلقوا هناك بتوع الفا كلين مقبوض عليهم وموجودين هناك. واللي حصل انهم الناس ما بقى الموضوع بقى مش ضرايب بقى، سيبك من الحوار اللي عمال يقول لك احنا بنتعرض للتفتيش ضريبي لا مش ضرايب بس، ده ضريبه وكمان اموال عامه. اللي هو انا قلت لك يا معلم ايه، ارجع افتكر كده، ارجع بالذاكره لورا، قلت لك ايه، ما عندهمش ترخيص، اللي بقالي صوت اتنبح عمال اقول لكم عليه، هيئه الاستثمار بيلم فلوس بدون وجه حق. وقعدت اقول لكم يا جدعان فواتير ضريبيه ما بتاخدوش، انتوا بتلعب عليكم الثلاث ورقات ومحدش سمع كلامي، لغايه اما وقعت البتاع ده زي بيقول لك الطوبه في المعطوب. خلاص الموضوع يعني ايه حصل، ومش من عند الحمد لله، واحد راح يجيب حقه قالوا له ما فيش، قال لهم طب نجيب لكم البوليس زي ما انا كنت بنصح الناس، جاب لهم البوليس دخلوا السجن. عشان تعرفوا ان انا كلامي سبحان الله ما فيش كلمة بقولها بإذن الله إلا ما بكون متأكد منها، ما بروحش أنا أقول كلام وهبد وخلاص زي الناس بتقول لي أنت بتهبد، أنت ما بتفهمش حاجة، أنتوا اللي شوية ناس كواركم ما بتفهموش حاجة. لما تيجي تلعب أو لما تيجي تتكلم في النصب تعال للأستاذ، 13 سنة خبرة مع النصابين، متوقع كل منصة هتنصب بقول لك خلي بالك كذا، دول نصابين. طيب نيجي بقى للكلام تاني، الناس موجودة دلوقتي في الشيخ زايد. طيب حضرتك المطلوب مننا ايه؟ انا قلت للناس روح قدموا بلاغات. هتقدم بلاغ فين؟ هتطلع على الحي العاشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تطلب تقدم بلاغ. قال لك لا مفيش نيابة، في الضابط النبطشي، في معاون المباحث اللي هيكون موجود في السيبالك، اهلا وسهلا بيك، رجال القانون كلهم فوق دماغنا من فوق. هتروح انت وخمسة متفق معاهم او عشرة تتجمعوا وتروحوا هتقدموا بلاغ بالنصب، تكون باقتك معاك الاثباتات بتاعتك، اذا كان معاك عقد، اذا كان معاك اي اوراق تخصك، الوصل ايصال الايداع، الكلام اللي انت عامله ده كله، هتروح تفتح بيه بلاغ. ليه انت بتقول لي روح افتح بلاغ دلوقتي؟ هقول لك ليه. هم دلوقتي بيقولوا احنا بس كل مشكلتنا ان احنا ما فيش دليل على انهم نصابين، لكن في دليل على انهم متهربين ضريبيا، فهم هيصالحوا مع الضرايب. عشان يطلع من النيابه هيدفع فلوس، بس مجرد ما هيحط رجله بره النيابه هيطلع على فين؟ ها يا شاطرين، هيطلع على فين؟ هيطلع يفتح الشركه ويديكم فلوسكم؟ معلش تبقى ذكائكم محدود، لان لسه عنده قضايا تانية جايه في السكه مع البتاع ده الاموال العامه والجامعه بتاع ده استثمارات بدون تراخيص. بس طبعا الحاجات دي ما اتحركتش لسه، ان لسه ما فيش عدد قدم بلاغات. فاي حد هيروح يقدم فيكم بلاغ بالنصب هو بيركنه. يعني ايه؟ يعني انت حضرتك بلغت بالنصب حاجه من الاثنين، وافتكروا كلامي لما كنت بقول لكم روح بلغوا على الناس اللي بتشتغل في المواقع. لما بتروح تقدم بلاغ بالنصب حاجه من الاثنين، بيجيبوا الراجل ده متهمك بالنصب، هتدفع كان بها، مش هتدفع البلاغ بيتحول لقضيه وبياخد رقم وبيتحبس لغايه من القضيه تتنظر. فهم بيحاولوا بكل الطرق دلوقتي انهم يطلعوا الناس دي، عشان مجرد ما هيطلعوهم هيطلعوا بره مصر، مش هتشوفوا خلقتهم. خلي بالك انت دلوقتي خلاص مفيش حد مصري بتتعامل معاه، اللي بتتعامل معاه مجرد ناس انت ما تعرفهمش بيدعوا انهم هم خدمه العملاء في سنغافوره، ودول اللي موجودين حاليا تحت ايدنا جوه مصر. لو دول اختفوا شكرا، يعني دول اصلا مقبوض عليهم وهم بيحاولوا ينصبوا عليكم، يقول لك اعمل ايداع تاني باليو اس دي تي عشان خاطر تعرف تسحب. طيب لكن لو حضرتك رحت اتحركت وعملت محضر والناس دي موجوده هناك عشان خاطر يقدروا يخرجوا، لازم يعملوا تصالح. التصالح اللي هو ايه؟
انت ليك كام يا عم الحاج؟ ليه 10,000 جنيه. اتفضل ادي فلوسك اهي، يبقى انت راجل زي الفل ونضيف، وفعلا كنت هتدي الناس فلوسهم. اتفضل امشي. ما دفعش الفلوس وقال لك انا مش هدفع فلوس، لا يبقى انت حضرتك تقعد معانا محاكمه لغايه اما تجيب الفلوس. ابني ما بقاش على كتفي واروح ادور عليه. الناس اللي شغاله تلف وتقول لكم محدش يروح يبلغ، انتوا كده هتخربوا الدنيا، ده الشركه هتدفع. الناس دي مفيش ذكر فيهم هيقدر يضمن لك قرش، مفيش واحد فيهم هيقدر يجيب لك فلوسك بعد الناس دي ما تهرب، وهيقول لك معلش اصل ما كنتش عارف. طب انا اصرفها فين دي؟ يعني كلمه معلش انا ما كنتش فاهم، او انا طلعت حمار ولا غبي، دي تصرف فين؟ غبائك ده انا استفدت منه ايه؟ فعشان الناس تبقى فاهمه وضعك القانوني، انا بقول لك الصح. الناس قلت لهم اللي يروح الشركه يتاكد من الورق، ما رضيش يوديك الورق او يديك فلوسك، هتلوم الشرطه. الناس راحت جابت لهم الشرطه، ادي اول علامه عملوها صح. فتشوا على ورقهم، مفيش ورق، دخلوا ايه النيابه. دلوقتي هم ما عندهمش ورق، فهم ما لهمش اي، يعني هم دلوقتي خايفين انهم اي حد يروح بلغ عنهم. وعشان اطمنك ان في ناس ابتدت تبلغ، بس الموضوع دلوقتي اللي بيروح يبلغ ممكن يتعمل معاه تصالح. تصالح اللي هو ايه؟ ليك 1000 جنيه يا عم خدها، ليك 20,000 خدها، ليك 30,000 خدها، عشان يخلصوا الناس اللي ممسوكين تحت ايديهم في النيابه، ويقدروا يهربوهم بره، يطلعوهم بعد كده. حتى اذا النيابه مثلا ادت لهم عدم ممانع من السفر او ان هم ما يخرجوش بره البلد، سهل ممكن يشوفوا لهم اي سكه تاني، يعني الدنيا واسعه. فانت دلوقتي تاني اللي ليه فلوس، الناس اللي ليها 100,000 200,000 300,000، المبالغ المحترمه السمينه دي، انت مش هتعرف تاخد مليم بعدين. ممكن لو الشركه طلعوا وهربوا انت خلاص مالكش حاجه، واثبت باليقين ان هم ما لهمش ورق. عشان الناس اللي كانت بتطلع تتنطط ويقول لك دي شركه مرخصه والحكومه عارفه والحكومه موافقه والحكومه مش عارف ايه، دي ناس ما لهمش ورق وكانوا شغالين شادو. وفهمت الناس دي 100 مره. شادو يعني هم ايه؟ بيدعوا انهم شغالين بورق لكن هم ما عندهمش ورق، وهم لما عملوا نفسهم جدعان اتاخدوا على النيابه. فحضرتك تاخد تاني اصحابك، كل محافظه كل بتاع يقوموا لمين 10 تنفار، يروح يبلغ في الحي العاشر الشيخ زايد النيابه العامه. شوف انا حددت لكم المكان بالخريطه اهو. اللي يقول مش عارف السكه، اكتب في جوجل ماب النيابه العامه للحي العاشر، هيطلع لك على جوجل ماب وهتوصل بألف سلامه. هتخش يكون معاك اثباتاتك، السكرين شوت بتاع حسابك، السكرين شوت بتاع، وكله يعمل سكرين شوت من دلوقتي، يعني محدش يستنى مثلا انا هعمل سكرين شوت بكره. مجرد حضرتك ما وصلك الفيديو ده اعمل سكرين شوت لكل حاجه، امن نفسك. الناس اللي معاها عقود، الناس اللي معاها ايصالات، الناس اللي معاها اي حاجه، هتطلع على الشيخ زايد الحي العاشر النيابه العامه. يا اخوانا احنا لنا عند الناس دي فلوس، وانتوا بتقولوا انهم مش مسجلين قانونا، احنا محتاجين فلوسنا بس. هيجي هو بقى الاخوه المحبوسين دول يقول لك والله احنا مش نصابين وفلوسكم اهي، عشان يصالحوا ويخرجوا. يا اما هيقول لك مفيش فلوس، لو كانوا هربوا الفلوس بره يبقى هيتحبسوا بيهم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. انا قلت الناس اللي شايلة في الفلوس، الناس اللي تعبانة في الفلوس، خلوا بالكم محدش كان بيسمع كلامي. اخر انذار، الناس دي لو طلعت بره النيابة مش هتشوفوا سنت. اي واحد متخلف يقول لك لا ما تبلغش، ما تاخدش حقك بالقانون، انت هتتأذي، دي ناس تبعهم خايفين على نفسهم، خايفين على عندهم هبل ان الشركه لا زي الفل وهتطلع تكمل، ده على اساس انها اصلا كانت مرخصه من الاول. يعني فاهم انت، فاهم انت اللفه جايه منين؟ الشركه مرخصه؟ لا الشركه مش مرخصه، ولو طلعت مش هتكمل، لو طلعت هتهرب. هو ما يقدرش يطلع ترخيص هيئه استثمار لانه الشروط صعبه. انت جاي تستثمر في ايه؟ هتاخد الفلوس دي توديها فين؟ فين حسابك البنكي؟ فين مش عارف ايه؟ هيتشردوا. عشان كده انا واثق من اول انهم ما عندهمش الورق الحكومي، لانه ما كانش يقدر يعمل الكلام ده، وما كانش يقدر يخلينا يسيبنا اتكلم في الفيديوهات لو هو ماشي سليم. والكلام ده انا قلته كتير جدا، فعشان بس وقتكم ما نعيدش نفس الكلام تاني، انا اديتكم الحل واديتكم الطريق اللي ترجعوا بفلوسكم. سمعت كلامي
يعني ايه، ربنا يوسع رزقك وان شاء الله فلوسك ترجع لك. ما سمعتش كلامي وانتظرت وسمعت كلام الناس التانيين، اللهم بلغت اللهم فاشهد، يبقى انت كده اللي ضيعت فلوسك بايدك يا عم الحاج، وابقى روح للناس التانيين لما يهربوا وابقى خد بقى فلوسك منهم. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.